اليوم يشهد إعطاء الانطلاقة لبرنامج جديد ضمن برامج السياسة الجديدة التأهيلية التي تعتمد على تفريد البرامج التأهيلية. هذا البرنامج هو موجه للسجناء العائدون، برنامج سجون بدون عود يرتكز على المصارحة مع الذات من خلال ثلاثة مرتكزات. المرتكز الأول هو أولا الوعي والاعتراف بالأخطاء المقترفة والإخلالات في شخصية الأشخاص العائدون، والمرتكز الثاني هو الاعتذار عن جميع الأخطاء، الاعتذار للمجتمع، للعائلة وكذلك للضحايا، والمرتكز الثالث هو الالتزام بعدم الرجوع إلى الجريمة. هذا الموضوع ديال العود الاهتمام به ليس وليد اليوم، بل أن المندوبية العامة كانت دائما تهتم به، وقد كانت اختارته كموضوع لإحدى دورات الجامعة في السجون. هذا الاهتمام رده ليس فقط لكون هذا الموضوع يستثير باهتمام جل دول العالم، ولكن أيضا لكونه يندرج ضمن المهام المكولة قانونا للمندوبية العامة المهمة، يعني تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج، يعني عدم العودة إلى الجريمة. لكن أيضا مرده كون المؤسسة السجنية بشكل أو بآخر هي مكون من مكونات المنظومة الجنائية، بحيث أنها تعنى بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. والتوجه الجديد في العقوبة السالبة والمنظور الجديد للعقوبة السالبة للحرية يرتكز على الشخص أكثر منه على الجريمة المقترفة، ويرتكز على الشخص من أجل تقويم سلوكه ومن أجل تمكينه من كفايات ووسائل للعودة إلى المجتمع بمقومات المواطن الصالح والمواطن المحترم للقوانين وللقواعد المنظمة للعلاقات بين الأفراد. إذن هذا الموضوع، موضوع العود، موضوع في الحقيقة متفرد ويتم معالجته من خلال هذا البرنامج بمقاربة علمية واقعية من خلال رصد مجموعة من المعتقلين العائدين وإخضاعهم لهذا البرنامج الذي يمتد على مدى 4 أشهر تقسم على 3 المرتكزات التي سبق أن ذكرتها، و4 أشهر لكل مجموعة. وسيتم إن شاء الله انطلاقة هذا البرنامج كفترة تجريبية بمركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء لفائدة 40 سجين تم رصدهم، سجين من الأحداث تم رصدهم من بين سجناء العائدون، والتقييم ديال هذه المرحلة التجريبية إن شاء الله هي التي سوف تعطينا فرصة لكي نعمم هذا البرنامج على مستوى جميع المؤسسات السجنية.